العاصمة الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال ذا بخبر عنوانه أنا الزنيتي الأفضل في الدوري الاحترافي، وتحصل حارس فريق الرجاء الرياضي أنا الزنيتي على آلة النقاط في الجولة 23 من منافسة البطولة وفق الموقع العالمي سوفاسكور. وكشف موقع سوفاسكور المختص في احصائيات الانديه واللاعبين على التشكيله المثاليه للجوله 23 من الدوري الاحترافي، بحيث تحصل انا الزنيتي على اعلى تنقيط في الجوله بمعدل 8.8 بعد المستوى اللي ظهر به امام فريق الفتح الرباطي. وكان انا الزنيتي تالق خلال مباراه الفتح الاحد الماضي بصدو لضربه جزاء احتسبها حكم اللقاء حمزه الفارق للفريق الرباطي ونبرى لتسديدها اللاعب حميد احداد، بحيث بالتصدي لضربه الجزاء حافظ انا الزنيتي على تقدم فريقه بهدف للصفر ومنحو 3 نقاط غاليه في سلم ترتيب البطوله. بسبب 26 دقيقة مدرب الرجاء زان باور غير مقتنع بلاعب أجنبي، وتأكد ما لا يدعو للشك عدم اقتناع مدرب الرجاء جوزيف زان باور بلاعب أجنبي، مما كيعني معه فشل أولى انتدابات الرجاء الشتوية، وخرج البوليفي فيكتور غابريغو ألونسو من حسابات مدرب الفريق الأخضر جوزيف زان باور لعدم اقتناعه بمؤهلاته البدنية والتقنية، وخاض أبريغو 26 دقيقة منذ التحاقه بفريق الرجاء في ميركاتو الشتوي، بل حتى في وديات النادي الأخضر الثلاث بتجمع دبي ما لعبش الكثير. وأكدت عدة منابر أن مدرب الرجاء زان باور ما مقتنعش بالمهاجم البوليفي، وكان كيفضل المهاجم الأوروغواياني بالبوا قبل ما تفشل الصفقة الأخير. وكيتعتبر أبريغو ثاني لاعب استقدمه الرجاء في الموسم الجاري وما لعبش الكثير من المباريات الاختيارات التقنية للمدرب الألماني بعد جنوب أفريقيا هاشيم دومينغو. الحذر يطال جوزيف زان باور بسبب هذا الأمر، وكيطال الحذر مدرب فريق الرجاء الرياضي جوزيف زان باور قبل المباراة المقبلة للفريق أمام الشباب الرياضي السالمي غدا السبت لحساب جولة 24 منافسات البطولة الاحترافية. ونقل مصدر مسؤول وضع زان باور قبل المباراة المقبلة، وأكد أن المدرب حذر من مواجهة السوالم وكيرفض التعالي ودخول المباراة بتراخي، وتابع أن المدرب الألماني نبه لاعبيه لعدم النصيحة للقراءات المسبقة كون الرجاء صاحب الأفضلية على شباب السوالم، وشار لأنه حذر وكينقل حذره للاعبين بهدف قطع الطريق على أي مفاجأة ممكنة، وكيطمح زان باور لتحقيق الانتصار في جميع المباريات المتبقية بالبطولة أملا في الضغط على الجيش الملكي وانتظار أي هفوة من الأخير تقدر تمكن النسور من بلوغ الصدارة. منحة تحفيزية من الرجاء لأولمبيك أسفي لهزم الجيش الملكي، وقرر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي تخصيص منحة تحفيزية للاعب أولمبيك أسفي من أجل الفوز على فريق الجيش الملكي في مباراة اللي غتجمع بينهم برسم جولة 24 غدا السبت. وكيسأل المكتب المسير الرجاء لتحفيز لاعبي أولمبيك أسفي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسمح للنصول الخضر بتذويب فريق النقاط الأربعة اللي بينه وبين الفريق العسكري في صراع المنافسة على لقب الدوري الاحترافي. وكيبتعد الجيش الملكي على الرجاء ب4 نقاط، الامر اللي يدفع مسؤولي الفريق الاخضر تحفيز منافسي الفريق الرباطي من اجل الفوز عليه او التعادل امامه، ما غيمكن الرجاء من تقليص الفريق في حال ما انتصر في مبارياته المقبله. العصبة الاحترافية تحرم الرجاء من منحة الدعم السنوي، وغيتعذر على فريق الرجاء الرياضي الاستفادة من الجزء الثاني من منحة الدعم السنوي اللي كان من المفترض انه يحصل عليها نهاية الشهر الجاري، وغيضطر الرجاء للتنازل على المنحة لأداء الحكم الصادر ضده لفائدة لاعبه السابق محمود بن حليب وزميله يوسف غرب بعد ما وقع معهم الفريق الأخضر بروتوكول كيقضي بحصولهم على مستحقاتهم من منحة الدعم السنوي لدى العصبة الاحترافية، وغيحصل محمود بن حليب على مبلغ كيتقدر ب 49 مليون سنتيم، فيما غيكون الرجاء مطالب بإضافة مبلغ مالي لأداء مستحقات يوسف غرب اللي كتقدر بحوالي 104 مليون سنتيم بعد رفض التنازل على فوائد تأخر في الأداء، وغيكون الرجاء مطالب بالتخلص من الأحكام النهائية الصادرة ضده في الشهر الجاري باش يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الرياضي المقبل، علما أن الفريق الأخضر كان استأنف الأحكام الصادرة ضده بغرفة التحكيم الوطني لتفادي صدور أحكام نهاية الشهر الجاري، ومتوقع باش ترتفع ديون نزاعات الرجاء نهاية الموسم الرياضي وتوصل لأزيد من 1 مليار سنتيم بالنظر لكثرة الملفات المعروضة ضد الفريق بالنزاعات والاستئناف وغرفة التحكيم الرياضي.
تخفيض العقوبة الحبسية لبودريقة وهي القانونية لتمديد استغلال الوقت. وكشفت إذاعة أم أف أم أن القرار الصادر على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين 7 الدار البيضاء ضد محمد بودريقة بتاريخ 13 مارس هو بمثابة حكم ثاني في نفس القضية المتابع فيها على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد. وقضت المحكمة في قرارها الأول 31 يناير بحبس بودريقة 4 سنوات موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرة 800 مليون سنتيم مع السائر والإجبار في الأدنى قبل ما يعترض بحجة غيابه على الجلسات. واضطرت المحكمة حسب ما كيخولوا القانون لبودريقة بالنظر من جديد في القضية، إلا أن غيابه على الجلسات اللي تلات الحكم الأول كيفرض على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في ذلك ما دفع لإصدار قرار جديد 13 مارس باعتبار أن غيابه على الجلستين معا كيحول الثانية لقرار حضوري رغم الغياب. وغيكون بإمكان محمد بودريقة استئناف القرار الأخير الصادر على المحكمة الابتدائية بحبس سنة موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرة 23 مليون سنتيم بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات، وهو الأمر اللي غايف رئيس الرجاء من العقوبة. فريق وحيد يجمع الرجاوي متولي بنجم بارسا في السعودية. وفي تفاصيل الخبر وجه أمير سعودي الدعوة لقائد فريق الرجاء السابق محسن متولي للتواجد معه بالمملكة العربية السعودية في أولى أيام شهر رمضان الفاضل. وحسب عدة منابر فالأمر كيهم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز اللي طالب بمشاركة محسن متولي في بطولة دولية بالمملكة العربية السعودية تحت إشراف ومتابعة من قبل رئيس اللجنة العليا. واشتهر الأمير بتشجيع الرياضة وخاصة كرة القدم إذ كيتعتبر واحد من المشجعين الأوفياء للفرق العربية في مشاركتها القارية. وهو ما كيفسر استدعاء الرجاوي متولي للبطولة نظير ما قدمه مع الرجاء محليا وقاريا. وأكدت منابر إعلامية سعودية أن متولي تسلم مبلغ مالي مقابل المشاركة في بطولة كأس الأمير عبد الله بن سعد بمدينة جدة، ومنتظر باش يعزز متولي فريق كيضم خيرة نجوم كرة القدم العالميين كيبقى أبرزهم سيدورف وأبيدال وغيرهم من أسماء ارتبطت بكرة القدم الجميلة. وغيشارك في البطولة 20 فريق من نخبة الفرق منطقة مكة المكرمة، وغتقام مبارياتها على ملعب قصر الأمير سعد بن عبد العزيز بجدة وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم العالميين والمحليين والجماهير الرياضية. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير في أمان الله، ونتلقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبناء.